انك تعطي اكسس في طالبه في المعماري حاليا معانا اللي هي عباره عن ميسون عيساوي. خلينا اعمل شير سكرين بس عشان تعرف شو الاسم اللي انا بقصده. تمام، بس اكبس على الاسم، على جنب الاسم هو بيكون allow recording. سمحت تمام، كثير دكتور انت. تمام، كثير ممتاز. هلا اليوم زي ما حكيت لكم حاحكي عن الديزاين للويلدد كونكشنز. بحكي عن الديزاين للويلدد كونكشنز في نفس النوت. مش فاكر اذا بعثت لكم اياهم ولا لا، اذا ما بعثت لكم اياهم خليني هلا مباشره موجودين. اي هاد فايل انا بس ما يعني كحل لخصت لكم اياه، لكن المعلومات الثانيه ممكن تطلع عليهم، حنزل لكم اياه على الموبايل. لكن في الوقت الحالي هي موجود معكم. اوكي، هلا زي ما بتعرفوا انه الحام احنا بنستخدمه على اساس انه احنا نشبك الشغلات مع بعض. كيف بنشبك الشغلات مع بعض؟ عاده عندنا طريقتين. الطريقه الاولى لو انا بدي اجي اشبك قطعتين مع بعض، انه احط القطعه الاولى واحط القطعه الثانيه واخلي القطعتين في بينهم اوفرلاب. فلما يكون في اوفرلاب باجي بلحم على المنطقه اللي فيها اوفرلاب، يعني هذا الخط في المسقط اللي له في الكروس سكشن انا حشوف الحام عباره عن نقطه بهذا الشكل. هلا اذا كانوا القطعتين متقاطعين مع بعض بهذا الشكل فهذا النوع من الحام هو عباره عن نوع احنا بنسميه عاده عباره عن فيلت ويلد. مره ثانيه، شو المقصود في الفيلت ويلد؟ انه انا حيكون عندي تو بليت، هدول التو بليت متقاطعين مع بعض، يعني في منطقه مشتركه بينهم، فانا بلحم على منطقه الخط المشترك اللي موجود بينهم سواء من المنطقه العلويه او في المنطقه السفليه. نفس الحاجه لو انا كان عندي اي سكشن، فالاي سكشن لاحظوا انه انا بقاطع الفلانج مع الويب، فباجي بلحم منطقه التقاطع الموجوده بينهم. هلا عمليه الحام انا اللي بعمله فعليا انه انا بصهر ماده الحام، وماده الحام كمان بسبب الحراره العاليه بتعمل عمليه صهر بسيطه لمنطقه المعدن تبع الماده نفسها، يعني تبع البليت نفسها. فبصير كانه انا عندي الحام وهذا الحام عامل ميلتنج داخل البليت، فعشان هيك بيظهروا في النهايه كقطعه واحده. ماده الحام كماده اقوى من ماده الحديد، فعشان هيك عاده احنا عندنا بكون عندنا احتمالين، الاحتمال الاول انه ينكسر الحام نفسه، والاحتمال الثاني انه تنكسر البليت اللي تحت الحام. فحنتعرف على هذا الشيء مع بعض. هلا في نوع ثاني من الحام اللي هو بكون في عندي قطعتين، لكن هدول القطعتين مش متقاطعات مع بعض، يعني انا حاطط الحفه على الحفه. هلا هذا النوع احنا طبعا الحام في هاي الحاله هو بيعبي الفراغ اللي موجود بينهم. هذا النوع من الحام احنا بنسميه جروف ويلد. ما حدخل في تفاصيله، لكن على الاقل حبيت احكي لكم عنه مره ثانيه، اسمه عباره عن جروف ويلد. دكتور هلا سؤال بس. اتفضل. هلا سعيد. مين ارخص الحام ولا البراغي؟ هلا الموضوع مش موضوع ارخص، يمكن الحام نوعا ما كبروسس خلينا نحكي كماده ارخص، بس تكلفه العمال بتصير اعلى لانه انت بحاجه لفتره طويله في عمليه الحام، بينما البراغي انت بتجيب من المصنع كل شيء مخزق جاهز وبس تيجي بتركبهم تركيب في الموقع. لكن النقطة اللي بتلعب دور، النقطة الثانية هي مين أسهل بالنسبة ل خلينا نحكي يعني أسهل كدقة. الحام ميزته إنه دقته يعني أنت بتقدر تصنعها في الموقع، في المقابل البراغي تعرف إذا أفرقت معك مليمتر من تحت تفرقها معك سنتي فوق، معناها القطعتين مش هيركبوا على بعض. صحيح، تمام. فعشان هيك في مشاريعنا المحلية، لأنه بتعرف إلا ما يكون بعض الانترنت عادة بنفضل الحام. معظم المشاريع اللي بتيجي من برا بتيجي جاهزة على أساس إنها براغي. النقطة الثانية الإضافية، المشاريع اللي بتيجي براغي بكون معمول كوتينج للحديد من أول ما يجي من برا، فممنوع تلحم ولا أيات إشي، لأنه لو أنت لحمت أيات إشي مادة الكوتينج حتروح. صح.
صحيح. اوكي، هلا المشاريع اللي فيها الحام انت مجبر انك تدهنها حتى لو هي مركبه، بس مجبر انك تدهنها كامله بعد ما تخلص. بتعرف الكوتينج تبعت المصنع اقل، يعني اعلى بكثير من حيث الدقه والافشنسي من الكوتينج تبعت الدهان اللي انت ممكن تعملها في موقع. بكون حراري بيعملوها بالافران 100%. بتنعمل بشكل حراري، ما بتنعمل بشكل رش او فرشاي زي ما احنا بنعمل في المواقع. هلا سيخ الحام اللي انتم بتشوفوه اللي يمكن استخدمتوه في المشاغل الهندسيه، لو اعتبرنا هذا عباره عن سيخ الحام، عباره عن الكترود. هلا الماده اللي انتم بتشوفوها اللي هي عباره عن الماده السكنيه، هاي بس عباره عن ماده عشان تعمل عمليه الاكسيديشن. هلا الحام فعليا هو النقطه اللي موجوده في النص. هلا هون زي ما حكيت لكم انه عاده عندنا نوعين انواع الحام، في عندنا الفيلت ويل، في عندنا الجروف ويل. انا حيكون تركيزي على الفيلت ويل. طبعا حسب الولد فممكن يكون فلات، هوريزونتال او فيرتيكال حسب الشيء اللي موجود. هلا حسب نوع الجوينت ممكن يكون عباره عن بات جوينت، ممكن لاب جوينت، ممكن تي جوينت. تي جوينت يعني هاي، اي جوينت هنا، لاب جوينت، حسب كل وحده حسب شكلها اللي موجود. هلا حسب الويلد بروسيس في عندنا الاس ام اي دبليو، في عندنا الاس اي دبليو، هاي لهم علاقه في البروسيس اللي موجودين. هلا مش ضايل معنا كثير وقت احكي في البروسيس، لكن احنا حيكون تركيزنا في الاس ام اي دبليو. هاي بالنسبه للتي والبوت جوينت والكورنر جوينت، انواع الجروف ويلد زي ما حكيت لكم الجروف ما في تقاطع بينهم، بكون حاطط الحفه على الحفه، فانا بلحم بس المنطقه المشتركه اللي موجوده بينهم. اوكي، هلا في عندنا بالنسبه للحام في عندنا تو تايبس اوف فيليرز او تو ليميت ستيتس. النوع الاول او الفيرست ليميت ستيت هو عباره عن انه الحام يكسر. السكند ليميت ستيت اللي مش لازم يصير انه يصير ييلدنج للبليت اللي تحت الحام مباشره. يعني انت بتكون تسحب، وانت بتسحب ممكن الاحتمال الاول يكسر الحام، الاحتمال الثاني انه البليت اللي تحت الحام هي اللي تبلش تمط، يعني يصير فيها ييلدنج لغايه ما انها تنكسر. زي ما حكيت لكم انه الفيلت ويلد بشكل عام يستخدم اكثر بالنسبه للستركشرز، والويلد سايز اللي احنا حنحكي عنه عاده يستخدم بارقام المليمتر، يعني ما بنروح لاجزاء المليمتر. يعني مثلا تيجي تطلب من الحداد سماكه 3 ملم 4 ملم، ما بتطلب منه 3.5. هلا اهم نقطه بدي اعرضها في محاضره اليوم، الفيلير. الفيلير لما يصير في الحام دائما هو عباره عن شير فيلير، ما في حاجه اسمها تنشن فيلير ولا في حاجه اسمها كومباين شير اند تنشن. يعاد مره ثانيه، دائما الحام بغض النظر عن الاتجاه دائما الفيلير حيصير هو عباره عن شير فيلير، ما بصير لا تنشن فيلير ولا كومباين شير. يعني باختصار مش شير بسبب الشير، لا، حيصير فعليا هو عباره عن شير بسبب محصله الشير والتنشن. يعاد مره ثانيه، الفيلير لما يصير بصير هو عباره عن شير فيلير بسبب محصله الشير والتنشن. يعني كيف نعمل شير فيلير في البراغي بعدها تعمل تنشن فيلير في البراغي؟ لا، هلا بتعمل شير فيلير بعدها تنشن فيلير بعدها تحكي محصله الشير النهائيه هي الجذر التربيعي للشير تربيع زائد التنشن تربيع. تمام، لغاية هاي النقطة في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ دكتور بالنسبة لآخر نقطة، يعني بنعمل محصلة للشير والتنشن، يعني باكلينج وشير نعملهم مع بعض، بعدين تنشن ومومنت بنعملهم مع بعض، بعدين نعملهم مع بعض 100%. احنا اللي حنعمل حناخذ محصل التنشن جاي بسبب المومنت والاكسيال، ناخذ محصل الشير جاي بسبب الشير والتور، بعدها ناخذ محصله الشير النهائيه اللي عباره عن الجذر التربيعي للشير تربيع زائد التنشن تربيع. مفهوم. بس هذا عباره عن الفرق البسيط. هلا بالنسبه لطلاب العماره فانا حكون مريحهم، بس حشرح السمبل كونكشنز او السمبل شير كونكشن بالنسبه للحام. هلا طلاب المدني لا، اكيد لازم يعرفوا التفاصيل هاي كامله، يعني طلاب العماره بس حيكون عندهم شير، فمش حاخذ موضوع المومنت والتور، مع انه انا شرحت لهم اياه في البولتد كونديشنز. اوكي، هلا بالنسبه للويلد سايز، وهي النقطه انا حابب اركز عليها.
على اساس تفهم ليش موضوع الشير من وين اجى. لو انا هاي القطعه اجيت لحمت التنتين مع بعض اللي هو عباره عن فيلت ويل، هاي عباره عن فيلت تي ويل بهذا الشكل، فالمسافه من المركز هون لعند الطرف هذا بنسميه A اللي هو عباره عن الويلد سايز، هاي عباره عن سماكه الحام من طرف لهاي مسافتها عباره عن A اللي عباره عن سماكه الحام. هلا المسافه اللي بتكسر احنا بدنا ناخذ اقصر مسافه فعليه ممكن تكسر اللي ممكن تتشكل على زاويه 45 درجه، فبالتالي باخذ انه سماكه الحام الافكتيف هي عباره عن A كوساين ال 45 درجة، فبالتالي بتطلع عبارة عن 0.707A. ففي المحصلة النهائية مساحة الحام اللي موجودة عندي هي عبارة عن 0.707A في طول الحام، طول الحام طبعا اللي هو هيكون عندنا في الاتجاه الثاني. بالنسبة لموضوع من وين جيت في مصطلح الشير، ركزوا معي في شغل هذا، لو مسكناه وعملنا عليه تنشن فهذا السطح اللي هون حيكون عليه وهذا السطح اللي عليه هون حيكون عليه تنشن، ففي النهاية الفيلر يصير في الشير لأنه حكينا قوة المادة في الشير أضعف من قوة المادة في التنشن. لو أخذنا هاي وعملنا عليها تنشن فهذا السطح الموازي إلها حيكون عليه شير وهذا السطح العمودي حيكون عليه تنشن، فحيرجع يصير الفيلر على شير سيرفيس. فعشان هيك دائما إحنا حناخذ إنه نوع الفيلر هو عبارة عن شير فيلر. مرة ثانية في حالة الشير فقط، في حالة الشير فالشير ستريس FV حيساوي قيمة الفورس على مساحة الحام، مساحة الحام هي عبارة عن 0.707A مضروب في طول الحام اللي هو عبارة عن LW. لو قررت تأخذها as force فهي عبارة عن قوة الحام في مساحة الحام. هلا قيمة فاي دائما هي عبارة عن 75%. بالنسبة لقوة الحام حسب البروسيس اللي هي عبارة عن الإلكترود اللي عبارة عن SMAW process، هلأ إلكترود بنعطيه رمز E، فلما أجي أحكي إنه إلكترود 60 معناها هذا النوع من الإلكترود قوته عبارة عن 60 PSI، فعشان أحوله لتنشن طبعا عفوا قوته هذا عبارة عن التنسايل سترينث لهذا الإلكترود بتساوي 60 PSI، عشان احولها 60 PSI لما يجي باسكال بضرب 60 في 7 بيطلع الرقم عباره عن 420 ميجا باسكال. فاذا انا بدي قوته في الشير زي ما احنا حكينا واتفقنا دائما قوه الماده في الشير هي عباره عن 0.6 من قوه الماده في التنشن، فاذا مثلا لو بدي هاي اللي عباره عن FW بتصير عباره عن 0.6 FEXX او FE60. هاي مثلا طلعوا الـ FE60 هيها 413، طبعاً وين أجلت ليش مش 420؟ لأنه الرقم هو مش في 7 هو 6.9 بالعشرة، يعني عملية التحويل من ميجا باسكال لكيسي. الـ 70 في 7 بيطلع 490، هلأ هون الرقم 482 بسبب هاي الفرقية اللي أنا حكيت لكم. فمرة تانية ها عبارة عن Tensile Strength بالنسبة للحق، أنا بديش تصير تحفظ الأرقام تفتش عليها، باختصار الرقم اللي هون 60 اضربه في 7 بيطلع معك قوة المادة في التنشن، إذا بدك إياها في الشير أضرب الرقم اللي بيطلع معك في 6 بالعشرة. هاي مرة تانية الاختصارات اللي موجودين هون لكل جريد من هاي الجريد، إنه هاي اللي هي عبارة عن الـ E70 اللي هو أشهرهم عادة هو عبارة عن التنسايل سترينث بالنسبة للإلكترود عبارة عن 70 PSI اللي هي بتحولها للميجا باسكال من خلال استخدام إنك تضرب الرقم في 7. هاي بالنسبة للبروسيس تبعون الـ SMAW والـ SAW اللي موجودين، يعني بإمكانكم تطلع عليهم في البيت. هاي مرة تانية إنه فاي 75% قوة المادة في الشير هي عبارة عن 6 بالعشرة من الـ FEXX. FEXX مقصود فيها مرة تانية هي عبارة عن التنسايل سترينث للإلكترود 60، إلكترود 78 حسب نوع الحام اللي أنت بدك تستخدمه. وأكثر الأنواع استخداماً عندنا في السوق وعبارة عن نوع الإلكترود اللي عبارة عن 70 PSI. هلأ بالنسبة لموضوع الييلدينج، فلو صار ييلدينج حيصير الييلدينج على مساحة على طول، يعني على الطول اللي تحت الحام، فحناخد طول الحام لكن حنضرب في سماكة البلاد.
فما دام عم بحكي عن ييلدينج وهذا التشيك اللي احنا لازم نعمله ما يصير عندي ييلدينج في البليد او بنسميه البيس مثل ييلدينج، ففي الحاله فاي ار ان قيمه فاي 9 بالعشرة هو شير فيلير، فعشان هيك هو 6 بالعشرة من اف واي. المساحه تبعت البيس مثل هو طول الحام في سماكه البليد. اوكي هاي عباره عن اوكي اخر شغله بس بدي اعرضها اليوم اللي هي عباره عن المواصفات بالنسبه لاقل طول او اقل سماكه مسموحه واكبر طول او اكبر سماكه مسموح. اول حاجه بالنسبه للمينيمم سايز بالنسبه للولد ففي جدول موجود عندكم في المواصفات وعباره عن جي 2.4. زميلتكم ما بعرف زميلتكم ميسون اذا حاليا معاك الجداول. اه دكتور موجودين. تمام كثير ممتاز. هلا الجدول هو عباره عن جدول الجي 2.4 هو عباره عن جدول بيعطينا السماء عفوا بيعطينا اقل سماكه للحام مسموحه مظبوط فات عليه. هنا بس دقيقه. تمام اعتقد يمكن صفحه 161 شيء زي هيك. هي صفحه 96. اوكي ال 101 هيك صح البولد كونكشن صفحه 96. اذا ممكن بس تصوري صوره وتنزليها على الجروب. اوكي تمام تمام. هلا بالنسبه لاطول طول مسموح اللي هو عباره عن الاي ماكسيمم فهذا بيعتمد على سماكه البليد. هلا مره ثانيه اي بليد هي عباره عن سماكه البليد الاقل اللي نحن بنلحم قطعتين على بعض. إذا كانت سماكة البليت الأقل أقل من 6 مليمتر فقيمة A maximum بتساوي 6 مليمتر. إذا كانت سماكة البليت أكبر من 6 مليمتر في هاي الحالة فقيمة A maximum بتساوي سماكة البليت ناقص 2 مليمتر. مرة ثانية إذا كانت السماكة أقل من 6 مليمتر فA maximum بتساوي 6 وإذا كانت السماكة أكبر من 6 مليمتر فA maximum بتساوي T ناقص. طبعا حتسالوني عن ال7 ملم وال8 ملم. يعني لو كانت السماكه عباره عن 7 ملم حتحكوا لي 7 ناقص 2 5. فكيف اللي سماكتها 6 اخذنا لها 6 واللي سماكتها 7 اخذنا لها 5؟ فعشان هيك 7 ملم وال8 ملم خذوا لها كمان 6 ملم. هلا بالنسبه لاقل طول للحام مسموح هو عباره عن 4A. يعني مثلا اذا السايز تبع الحام 6 ملم فأقل طول لخط الحام عبارة عن 24 مليمتر. شو المقصود فيها؟ أنت لما تيجي تلحم مش المقصود فيها أنه مجموع طول الحام، لا أكبر عفواً أقل خط الحام بتعمل، يعني أنت ممكن تعمل الحام على مجموعة خطوط لكن أقل خط من هاي الخطوط مسموع على أساس أنك أنت تقدر تحسبه في الحسابات هو عبارة عن 4 في سماكة الحام. هلا هون بعض المواصفات على موضوع الزوايا. اذا انت بدك تلحم على الزوايا فاذا انت يا بتبعد عن الزاويه بمقدار 2A يا بتلف حول الزاويه، يعني ممنوع توصل عند الزاويه وتقطع، يا بتلف حول الزاويه بمقدار اللي هو عباره عن 2A او بتبعد عن الزاويه بمقدار 2A لكن ممنوع توصل عند الزاويه. هلا اذا ابعدت يعني اذا وصلت الزاويه ولفيت بزياده فاللف اللي بزياده لا تحسب في طول الحام. هلا هدول الشغلات اللي موجودين هون انا بدي اريح. ايش؟ ما سمعتك. هلا النت في صوره للي بتحكي على الزوايا دكتور. هلا بدي اورجيكم اياها كصور بس اعطيني ثواني. هلا بالنسبه لاكبر طول الحام مسموح انا ما بدي ادخل في هاي التفاصيل اللي هون، انا بدي اخذ اول وحده واختصرها عليكم انه اطول طول للحام مسموح هو عباره عن 100 في A ومباشره 100 في A بيكون عباره عن اذا بدك تقصر طول الفعل اختصر عليك انه اطول طول للحام مسموح هو عباره عن 100 A. لزمه اكثر من 100 A اعملهم على عدة خطوط. شو يعني اعملهم على عدة خطوط؟ اعمل 100A اعمل فاصل بمقدار 2A او 4A وارجع الحم مرة ثانية بمقدار 100A مرة ثانية. ليش في طول في حد معين لطول الحام؟ لانه كل ما زاد طول الحام كل ما زادت الحرارة تبعت الحام
فهذا بيسبب انه البليت بتصير تقوس، فاحنا ما بدنا البليت تصير تقوس بسبب الحام، فعشان هيك عندنا طول مسموح مش لازم تتجاوز. فباختصار اقل طول للحام 4 اي واكبر طول للحام مسموح هو عباره عن ميتر. طب دكتور ما يسمح هلا موضوع التقسيم الزماني، الحدادين بفضل انه يقسم مكانيا وليس يقسم زمانيا. شو يعني؟ بلحم بترك فراغ، بلحم بترك فراغ، بلحم بعدها برجع بعبي الفراغات مره ثانيه. يعني بفضل انه هو يضل شغال، ما بفضلش انه يصير يستنى على الحديد لا تخف حرارته لا يبرد. ايوه 100%. هاي بالنسبه للإفكتيف، انه احنا دائما بناخذ الزاويه 45 درجه اللي عباره عن 0.707. هلا بالنسبه ل طبعا هاي بعض الاختصارات للحام ممكن تلزمكم في المستقبل في المخططات تطلع عليها. هلا انا بدي النقطه اللي طبعا هاي هون بس ملخص للقوانين اللي احنا حنستخدمهم. اوكي هلا هاي ما بدي اخذ هنا اللي موضوع لو كان الحام في زاويه والتنشن في زاويه ثانيه انه في عندنا كومبوننت هون، لا انا بدي اضلني هذا الرقم موضوع بدون ما اخذ هاي الانكريمنت اللي موجوده. هلا السؤال سعيد هو كالتالي، هاي طولها 125 وصلنا للزاويه كملناها كمان بلف مقدار 12 ملم. هاي 12 ملم انا من وين جبتها؟ لانه سماكه الحام 6 ملم فانا لفيت بمقدار 2 ضرب 6 يعني 12 ملم. هاي 12 وهاي 12 ما بدي اعتبرهم في طول الحام، يعني حاجه احكي انه طول الحام هو 125 زائد 125 فبيساوي 250، وهاي 12 وهاي 12 ما حدا خلهم معي في الحساب. وضحت كيف سعيد؟ تمام دكتور. هلا اذا ما بدي اعمل هاي الحركه لما الحم ما بوصل لعند الزاويه ببعد 2 اي، يعني بوصل طول الحام لهم. تمام. في حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ هذا ملخص الاشي اللي انا بدي اعرضه. بضل عندنا موضوع الحسابات الستريسز وهي الامور، فنفس الحاجه بدي ارجع الخص لكم اياهم عشان اوفر عليكم. بدي اخذ نفس الاكزامبل تبع المره الماضيه، لكن الفرق انه هاي المره هذا اذا اخذ الاكزامبل، يعني اذا بتتذكروا المره الماضيه حكينا انه الاكزامبل عباره عن بيم مشبوك على البليت باستخدام الحام والبليت مشبوكه على الكولوم باستخدام براغي، فاحنا حلينا البراغي. هاي المره لا، بدي احط الحام ونحل بالنسبه للحام. اي سؤال يا جماعه؟ دكتور طيب بنفع نحل مع البراغي؟ بنفع يعني لما نحل السؤال نعيد حل البراغي ونحل الحام؟ لا انه يكون نفس السؤال بس الحل له براغي مع الحام بنفس الوقت عشان احصل القوه. كيف براغي مع الحام؟ ما فهمتش. ما بعرف بس انه بصير يعني انه يكون عندي كونكشن وتكون براغي مع الحام بنفس الوقت. هيك الاصل. قصد انه البيم ملزق على البلاير، البلاير ملزقه في العمود. لا هي زميلتك عم تقصد دانا انه البيم ملزق على البلاير في براغي والحام مع بعض. صح؟ لا مش هو انت قلت لنا في كونكشن 1 وكونكشن 2، يعني مش انا مثلا بربط بيم بكولوم. صحيح. مثلا البيم مع البليت والبليت مع ال 100%. هلا احنا الاكزامبل كان البيم مع البليت باستخدام الحام والبليت مع العمود باستخدام براغي، هيك احنا عملناهم. انت ايش يعني هلا اللي بدك اياه هيك ولا بدك انه كلهم براغي او كلهم الحام؟ انا كان قصدي يعني الاثنين بس حسيت انه الخيار الاول مستحيل انه يعني الفيرست كونكشن تكون الاثنين مع بعض اللي هو براغي والحام. يعني مثلا يعني اذا عندي عدد براغي ما عنديش مساحه كافيه بس برضه ما وصلتش للقوه اللي بدي اياها فاضطريت احط الحام على نفس الكونكشن. على العموم اذا ما كفت للبراغي فاكيد ما حتكفي للحام، واذا ما كفت للحام هي ما حتكفي للبراغي. هلا نادر جدا ما نعمل الشيء اللي انت حكيتيه، لكن احيانا ممكن تصير انه انا الاحظ انه حساباتي كان فيها مشكله فارجع الحم. لكن الحام لما بده يصير بدي ارسم لكم اياهم كرسمات. هلا ممكن احنا شو نعمل؟ انه الفلانج والفلانج نثبتهم بالحام، منطقه الوب نثبتها براغي. هاي متى بتصير؟
بتصير لو كانت في الحسابات احنا عاملين الكونكشن على اساس انها بين كونكشن، فرحنا ثبتنا الكونكشن باستخدام زاويه. شو يعني زاويه؟ يعني بدي ارجع للشغلات اللي كانت موجوده معانا هون. يعني زي هاي انا اجيت ثبتت الويب باستخدام زاويه بالضبط بهذا الشكل، هاي الزاويه كانت باستخدام براء. هلا هاي الكونكشن اللي بتتذكروا حكينا انه هاي الكونكشن هي عباره عن بين كونكشن، اجل اشراف او اجل مهندس حكى انه هاي الكونكشن مش بين كونكشن، هاي عباره عن فيكس كونكشن. فالويب لاحظوا انه صار مثبت في براء، انا ما بقدر يعني اعمل شيء في البراء. يعني لو لحمت بدي الحم حوالين البليت مع حوالين البليت بهذا الشكل، فانا عشان اعمل احولها لفيكسيشن فبديش اصير اضيف بليت زياده واصير اخزق، لانه عمليه التخزيق مش سهله، لانه يتخيل انه سماكه الحديد بتكون 12 ملم ولا احيانا 18 ملم، مش سهل انه انا اصير اخزق باقطار 20 ملم سماكات كبيره، الموضوع مش سهل. عشان هيك دائما عمليه التخزيق بتكون قبل. فالحل اجى انه احنا نيجي نلحم الفلانج العلوي والفلانج السفلي عشان نحولها لفيكس سبورت. ممكن هاي تصير تكون عباره عن حل مشكله، لكن في التصميم يعني عاده يا بنروح نكون ولدت كونكشن او بتروح نكون عباره عن فيكس كونكشن. لكن السؤال اللي انت سالتيني اياه ممكن تكون هاي زي ما حكيت لك انه في التنفيذ نكون منفذين هاي الكونكشن على اساس انها هنج بهذا الشكل. هلا يجي الاشراف او التصميم يحكي هاي الكونكشن مش هنج، هاي عباره عن فيكس وصارت مثبت. فمش سهل اجي اطلع واصير اخزق مره ثانيه عشان اصير اربط. فبصير الحل انه انا الحم الفلانج العلوي والحم الفلانج السفلي عشان احول الكونكشن من هنج احولها لعباره عن فيكس كونكشن. هلا اذا ما كفى الفلانج العلوي والفلانج السفلي بنلجا انه احنا نحط قطعه زي هيك، يعني هاي القطعه اللي هون اجي احطها هون واحطها من تحت، وبصير الحام عباره عن خط، بعديها بلف اللفه كامله وبطلع من هون كامل. فكره جيده لطرحها زميلكم لما يكون في عندنا مشاكل في التنفيذ. اي سؤال ثاني؟ دكتور انا ما جيت اول محاضره بس بدي اعرف وين بنستخدم فولتد وين بنستخدم مولدد. دائما لك الحريه كمصمم تستخدم البولتد كونكشنز والولدد كونكشنز. برجع بحكي لكم اذا احنا عندنا مصنع فالاسهل بولتد كونكشنز ونيجي نشبكهم في الموقع تشبيك، لانه لكن بحاجه لدقه اعلى. هلا اذا احنا ما في عندنا دقه كثير عاليه نضطر نروح باتجاه الولدد كونكشنز ونجمع القطع تجميع في الموقع. ميزة الولد الكونكشن اللي لو صار شوية إزاحة بتدبرها في الموقع، البولتد كونكشن مش سهل. النقطة الثانية وهي نقطة أساسية، السماكة. إذا إحنا كنا نتعامل مع سماكات صغيرة السهل إنه أنا أخزق السماكات الصغيرة أوكي وأعمل بولتد كونكشن، لكن إذا كنا نتعامل مع سماكات كبيرة فأنا بحاجة لمصنع رسمي للحديد ولتصنيع الحديد إنه يعمل لي هاي السماكات، إنه يخزق هاي السماكات الكبيرة. هلا اذا الحل مش موجود فبتضطر انك انت تروح تعملها از ويلد كونكشن. ملاحظه حكيتها وهي يعني مش رسميه، لكن انا معظم المشاريع اللي شفتها محليه تصنع كانت باتجاه ويلد كونكشن، ومعظم المشاريع اللي كانت جايه من برا كانت عباره عن بولت كونكشن، لانها كانت تيجي معمول لها كوتينج جاهز. يعني الصاله الرياضيه اجت جاهزه معمول لها كوتينج، يعني يمكن بس اللي تلحموا عباره عن شويه قطع لموضوع العرادات كيف تثبتوا فوق البيم، لا عفوا العرادات في براغي اللي التحموا الحام ايش كانوا شيء له علاقه في البريسنج بس، ولو كل الشغلات الثانيه كانت جاي ومخزقه جاهزه، حتى كميه الهولز اللي موجوده كانت معموله بطريقه لو اضطريت تغير شويه صغيره في الموقع انه هو مخزق جاهز عشان ما تغلبوش حد. دكتور بالنسبة للفاينل تحدد الموضوع اتفقنا على ايام الخميس احنا صح؟ بس ضل انه انا انزلكم اعلان. طب متى اخر موعد؟ انا كاتب لكم على الورقة هو عبارة عن 30/4 وبعدها ضفت ملاحظة في بداية هاي المحاضرة طلابي مني هاي انه
تعاملوا بمصداقية. شو يعني بمصداقية؟ كل شخص يحل الهومورك لحاله، أصلا مطلوب أن يحله بغطي له النهاية. وطبعا بناء عليها في النهاية ما في عنده مشكلة لو حد يتأخر في تسليم الهومورك لواحد خمسة أو اثنين خمسة، لكن أهم حاجة بالنسبة لي أنه كل واحد فيكم يحل الهومورك فيه. دكتور طب ما سمعتش الصوت، قطع شوي صغير لانه الكل فاتح المايكات عشان هيك ففي صدى صوت. بحكي انه عشان عندنا من هون لثلاثة خمسة تسليم المشروع، فلو نمدد بس هذا الهومورك شوي اساس نخلص من المشروع اول بعدين الهومورك ما عندي مشكله، بس بشرط انه كل واحد يحل فيه. تمام. هلا انا متساعد جدا ما دامكم عم تتعاملوا في الموضوع بمصداقيه. لأنه علينا ضغط كثير هذا الأسبوع، يعني كل المدرسين بخلصوا في 50 علامة الأولى. خلص أنا ما عندي مشكلة. اعتبروا يوم 28 التسليم بخمسة خمسة منيح. آمين. ممتاز ممتاز دكتور. أوكي خلص اتفقنا. دكتور شو مشان الفاينل؟ منيح. شو ناوي تعمل؟ شاي. هلا اتفقنا